العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. الطرف الأول بيعشم دايما بالخير والطرف التاني طمعا جي مشبعش وهدي. قبلت تعيينك في الشركة كمحاسب دون سابق معرفة. احنا بنشتري بقر، فالبقر هنا مكتوب تمنها 100 دولار. بعدين في نفس الملف تاني جايبين نفس عدد البقر بس البقر ب2000 دولار. من ممكن ان تشتري بقرة من المغرب ب1000، من هولندا ب2000؟ يعني حتى البقر ماركات قريبة دي. على كده بقى البقر ده فرزاتشي. هادي عادية ولا فرزاتشي؟ عادية. هادي عادية ولا فرزاتشي؟ فرزاتشي. كنت أتمنى أن أقتلك الآن، لكن أوامر الأمير يريدك حيا. لا بأس، سأطلب أن أنفذ فيك القصاص كما نفذته في صاحبك طلحة. خيانتك الأولى لازالت عالقة في عنق، وخيانتك الثانية قتلت الشيخ حمزة. الآن حان القصاص. أما عمر فسأهتم أنا بأمره، سأخذه بنفسي. ها
تخافش يا بارنس، ما شوية وتلاقيهم ورايا. شكرا يا بارنس. هعالجوك. سليم، مين اللي جاي ورايا؟ مصعب ربيع. ربيع؟ مين تاني؟ سلام المصري. سلام؟ ايوه سلام. حمزة مات قبل ما نتحرك، كان بين ايدين ربنا. وصرت انت قاتل الجماعة. هتضيع لعمك. انا لازم اربط لك الجرح، اديني شالك. عادية ولا برزاتشي؟ عادية. عادي عادية ولا برزاتشي؟ برزاتشي. تعالى معي. قل لي يا أبا عمر، هل تعتقد أن الإنسان منا مسير أم مخير؟ يعني مش عارف يعني، بس أنا أفتكر إن إحنا اللي بنختار يعني. ولكن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كيف إذا نكون مخيرين وكل شيء في كتاب من قبل أن نولد؟ هل تذكر حين قلت لك إننا نيسر لأمور لا نعلمها، أمور أكبر من قدرتنا على رؤيتها قبل أن تحدث؟ هل فكرت يوما كيف ولماذا أتيت إلى هنا؟ مش مهم أفكر ليه، ولكن هل تعتقد أن كل هذا حدث عبثا؟ كل يوم منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغلقهما هناك ألف طريق يمكن أن تسلكه، ألف خيار بسيط يمكن لأي منها أن يغير حياتك إلى الأبد. تأخذ الطيران إلى الخليج، أو تكون الصحراء أأمن، تسافر إلى بلجيكا، أو تظل هاربا في مصر، تنزل لتحضر الإفطار، أو ينزل ابن خالتك بدلا منك. هل تعتقد أن كل هذا حدث عبثا؟ إنه القدر المحتوم، وما يظن المرء نفسه فيه مخيرا ما هو إلا طريق آخر نحو القدر المكتوب، لا مفر.
فاهم يا شيخ. لاني أحدثك عن قدرك أن تكون هنا يا أبا عمر. برضو مش فاهم. ليس هناك سوى ما تفهمه وما رأيت. لا، نوعا اللي أنا بفهمته ورأيته، فالمكان هنا بقى ده معسكر لتدريب المجاهدين، والشركة غطى لتدريب السلاح. بس اللي أنا مش فاهمه، يعني أنت ليه بتكشف لي كل ده؟ أنا مش منكم. لما أقول لك كل ميسر لما خلق له. أنا عمري ما شلت سلاح. تحمله إيه ده؟ مينفعش، مينفعش. أنا راجل بتاع قانون، جايز يعني الزمن غيرني، بس برضه أنا مش مجاهد ولا بتاع سلاح ولا بتاع حرب. وأنا معرفش أنت جبت المعلومات دي كلها عني منين، بس أنا مش ضد اللي انت بتقوله ده خالص، بس برضو مش معه. وماذا بعد ان عرفت اكثر عن نشاط المجموعة؟ زي ما انا، لسه زي ما انا. انا عايز اعيش في هدوء، وعايز اربي الواد اللي حيلتي من غير مشاكل. ولو ده يعني ما ينفعش هنا او ما يناسبكش، انا ممكن ادور على مكان تاني اعيش فيه. ربما لم يأذن الله بعد ولم تحدث مشيئته. عد إلى عملك كمحاسب في الشركة يا أبا عمر، ولن يطلب أحد منك أكثر من ذلك. ويمكنك أن تستخدم المزرعة للتدريب، إن لبدنك عليك حقا، وقد منحك الله ساعدا قويا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم، سلم على عمه، سلم على عمه. بقولك يا راس بحيري، خير يا ابو عمر؟ انت عايزك تيجي معايا البيت كده ناكل لقمه ونتكلم كلمتين. انت عارف ان مياسر لوحدها في البيت، بصراحه هي قاعده مستنيه هتتجنن وتشوف عمر. ما احنا هنروح لها ساعه زمن، بس مش هتخسر. ماشي، اللي تشوف. تعرف ايه عن الشركة والمجموعة يا ريس؟ قصدك ايه؟ انت فاهمني. اعرف انهم ناس ولاد حلال، وكانوا بيتبرعوا للجامعة والناس الغلابة هناك، وبيني وبينهم عشا. بس ابو عمر، احنا نعرف بعض من 3 سنين، وانت عارف كويس اوي اني ماليش في اي حاجة إلا الجامعة والكلمتين اللي بنقولهم للناس، يمكن ربنا يتقبلهم منها. لا يا ريس، أنا مش بتهمك بحاجة، أنا بس بحاول أفهم. يبقى تفسر كلامك وتقول أنت عايز إيه بصراحة. مفيش حاجة والله، أنا آسف، أنا كنت زعلتك. اتفضل اتفضل، قهوتك. أنا ما كنتش عايز أجي هنا. كنت عايز اروح الخليج، هناك امان ومفيش مشاكل وفي فلوس كتير. طب وليه ما روحتش؟ ام ياسر قالت لي مش هروح مكان الا مطرح ما عمر يروح. تلاقي لها بالدوله، انت هتروحي مطرح ما جوزك يروح؟ بطلت تكلمني سنة، ما خطبش لساني لكلمة واحدة بس. انت ليه بتحرمني من ابني؟
ربنا حرمها من ابنها اللي من لحمها ودمها. مش رايد ان يكون لها ابن من صلبي. شايفه في عمر ابنها. حرمها منه ليه؟ جبتها وجيت. طب ناوي تعمل ايه هنا؟ افتكر اني مهندس وهنسى شغلانه الدهانات دي. هشتغل مع الجامعه في المزرعه. انا عرفت كل حاجه امبارح. الشيخ قال لي مش عايز اعرف حاجه. ما يهمنيش اللي تقلك. كبر كبر يا ابو ياسر صح؟ يا وليه قولي ما شاء الله ما شاء الله. ما وحشتكش يا ودي عمر انت ولا ما وحشتكش. والنبي سيبه يبات معايا لليلاتي. انا هسيبهولك كل يوم وانا في الشغل يا ام ياسر. وماله ما يبات الليل كمان. ايه يا ام ياسر ما خلاص بقى. ايه الواد وحشني عايزاه يبات في حضني ليلاتي. اشرب شاي. احكي لك حدوته. يقول لك كم مره في قطه قاعد فوق السطح. القط ده كان فاكر ان هو هيغير الكون. كل اصحابه قالوا له لا مش هتقدر خليك على السطح ما تنزلش. بس هو بقى عند ونزل الشارع لقاهم كلهم كلاب قعدوا ينهشوا فيه ويعوروه. يبدو انك في مزاج هادئ يا ابو عمر. يمكن عبد الله. لقد اخبرني الشيخ ان اذهب معك للمزرعه اذا اردت التدرب. ممكن اخر الاسبوع كده. انا مستعد في الوقت الذي تريده سيد فخر. يمكن ايضا ان اساعدك في التدريبات. ماشي عبد الله. الرصاصه دي غرزه لازم تطلع. علمونا عشان الحرب. فاكر أول مرة قتلت فيها؟ بس عمر فاكر؟ حاولت ما قتلش حد بس لما لقيته هيموتك كان لازم. إيه ده عمر؟ كان وحش إن أقتل. أنا مش عايزة أقتل حد. أنا كرهتهم عشان بيموتوا. مش عايزة أقتل حد. بس يا عمر اهدى. انت السبب. ان شاء الله لما نخرج من هنا كل ده هيتنسي. مش هيبقى فيه قتل تاني. Yeah, it's a little.
عمر. ايه خير؟ في ضيف جالك من مصر. مين؟ حسين ابو الفضل. حسين؟ ليه خير في ايه؟ مبروك اتجوزت. اتجوزت اه. الله يبارك فيك. الحمد لله انك بخير. زي ما انت شايف يا حسين، زي ما انت شايف. انا بس بحاول اشد حيلي عشان خاطر عمر. المهم انت طمني عليك. اخبارك ايه واخبار مصر ايه؟ انا من ساعة لما شفتك وانا متوهوش فيه يا حسين. انا عارف انك مش قد الكلام اللي هتسمعه دلوقتي. وكل اللي كنا عايزين ما نقولكش اي حاجة. بس خلاص يا فخر. ما حدش ينفع. في يا حسين؟ خالتي كويسة؟ الحمد لله عايشة. امال في ايه؟ قلقتني. ما تتكلم. من ساعة ما سافرت والوضع اتبهدل. بدايتها لما كنت انت هنا. لما سمير العبد خطف علي. بعديه بلغ عن ناصر. ولولا انه كان شغال وكالة أجنبية وما عندوش نشاط لا شيوعيين ولا إسلاميين كان فضل قاعد. خالتك وليل اختفوا. يجي أسبوع ورجعوا فجأة. خالتك كانت كويسة بس ما بتتكلمش. فضلت وراها. بنت عمك أسألها هو إيه اللي حصل؟ عايزين نعرف أي حاجة. قالت خدونا ناس لواحد اسمه سمير العبد وكان حذرك انك ما تلعبش معاه بس انت ما سمعتش الكلام وفضلوا على الحال ده لحد ما طلعوا وساب علي كمان. ساب علي مات. علي مات يا فخر. الله مات. مات مات لجوه 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 مرمي مرمي في الظل. بس واحنا بنغسلوه يا فخر ما كناش مصدقين. ما كناش مصدقين. أبوه عقله كان هيروح منه. شفناه عجز على عمره تقول 1000 سنة. ناصر ما عرفش يعمل حاجة ولا ينشر عن الموضوع. أنا قلت أتصرف المكتب ده ليه. أكلم الناس الكبار اللي اتعرفت عليهم لحد ما جاء دوري. حصل ايه تاني؟ بلغ عني انا كمان. قبضوا علي. حققوا في كل حاجه من ساعه بين السرايات وشغلي في مكتب دالي والشباب الجماعه اللي اترفعنا عنهم كل حاجه. حتى اخويا همام من لما رجع من افغانستان سالوني عنه. طلعوا كل حاجه القديم والجديد الحق والباطل اللي عملته واللي ما عملتوش. في الاخر قالوا انا ارهابي. لما دخلت داليا الشناوي سابوني. بعد كده حصلت حصه البداري واخوه من جماعة اخوي كانوا متورطين. نزلوا عندنا. نزلوا اسيوط. وقبضوا على العيلة كلها. فاضل ايه تاني؟
وخدوا همام والإخوة ولحد دلوقتي مش عارفين إن كان عايش ولا ميت. كل ده يا فخر، كل ده بسبب سمير العبد. سمير العبد يا فخر. ده النهارده بقى هتيجي البات عندي يا حسين. التدريبات هتبتدي امتى؟ ايه؟ التدريبات اللي بتحصل في المزرعة هتبتدي امتى؟ تبتدي كل يوم بعد صلاة الفجر. طيب انا هبات في المزرعة وابتدي تدريبات مع الاخوة من بكرة، وشكرا لك على الدعوة الكريمة. شكرا على ايه يا حسين، احنا اخوات. عموما بيدي مفتوح لك في اي وقت، ولو احتجت اي حاجة اطلب، ما تتكسفش. متشكرين. طول ما انا فاكرك هفضل حاطك في دماغي ومش هنساك. ده انت خايف؟ انت خايف لقتلك صح؟ المطرح وانا مش هنولها لك. شيخنا امتى هبتدي التدريبات اللي بجد؟
خير؟ يعني جاي بنفسك النهارده ما بعتش عبد الله؟ بحري صحيح؟ لا نايم، اصله من امبارح كده مش عارف. طب معلش معلش، انا هسيب عمر عندكم شويه. شويه قد ايه يعني؟ مش عارف. حبيبي يا عمر يا قلبي حبيبي. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم أقل لك يا أبا عمر خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ أهلا بك يا أبا عمر. عمره ما يبطل